مش هنقوله بستة آلاف فلوس زي الناس كلها بتعرض. هو أصلا محدش عنده مندي عشان نقوله بيعرضه بكذا، محدش عنده من مالك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك. مش بستة آلاف فلوس. الله يبارك لك، الله يبارك لك. بص بص الغنم، مزرعة الحاج وائل الغباسي معروفة على مستوى الجمهورية أصلا. بص الغنم، وحصري على كلمة بورصة المهندس مع المهندس محمد. سوق كامل متكامل بفضل الله. جايب لكم عندنا من النعاج الوالدي للخروف من عمره 3 أشهر لسنة، والنتاية من عمره 3 أشهر لسنة. بس مش هعرض لكم النهاردة غير حاجة واحدة بس، الخروف الزاب. الخروف الزاب وبس اللي هعرض لكم عليكم النهاردة، كفاية عليكم النهاردة تتمتعوا بيه النهاردة بس. طلع عليكم الخلف. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. مزرعة الحاج وائل الغباسي، مزرعة الحاج وائل الغباسي، مزرعة الحاج وائل الغباسي، كفر الشيخ سيدي سالم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صل على النبي المال الحلو ده اهو اللي عندك ده وريني. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. معاك يا حاج احمد النهارده 120 خروف، الناس كلها تتمتع كده، تتمتع بالمال الحلو ده. بص بسم الله ما شاء الله، بيزيد على شربة المية. بسم الله ما شاء الله، ده اللي بيزيد على شربة المية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بص 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 خلفان، بص خلفان. اللهم صل على النبي. اللي عنده من دي مش كذاب، اللي عنده من دي مش كذاب، اللي عنده من دي كريم، ما حدش عنده من دي غيرنا. تعال المال كله كده. طب شويه بس كده نبص على المال كله كده. طب بص 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 الاول كده، بص الاول كده، بص الاول كده. طب جيب المال كله. بص بص الناس كلها تصلي على النبي، الناس كلها تصلي على النبي. مش عارف كل مبلغ ال 120 خروف دول كفايه عليكم النهار. لا ده احنا عايزين غرب خشن، لا اول عرض عايزين غرب خشنه كبيره كمان. شوف عليهم بس اول عرض. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ثواني بقى، مصاوي الخرفان كلها معلش. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده اول فيديو على القناه، الناس كلها تعمل لنا فيديو كده ويصلي على النبي كده. اللهم صل على النبي. اختبار العلف بس اهو يا جماعه، اختبار العلف اهو، اختبار العلف اهو برضه، اختبار العلف يا جماعه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. عايز تقول ايه يا عبود؟ تعالى يا ابو، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، بص بص بص، اللهم صل على سيدنا محمد. بص الخلف عامل ازاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بص هات لي كده الخلفان دي، حيتان، اللهم صل على حيتان، اللهم صل على سيدنا. لازم نمتع المشاهدين والله، اللهم صل على سيدنا، والله لازم نمتع المشاهدين والمتابعين. بص تمشي مع المهندس محمد، لازم الكل يتبت. اللهم صل على سيدنا محمد. بص اختبار الاكل اهو يا جماعه، حتى حل الصغير بتاعك، حل الصغير بتاعنا عامل ازاي؟ بص حلي، اللهم صل على النبي، قدامك كده تتمتع بيه، وانت بتجني كده تتمتع بيه بس. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما توجدش قبل كده، ما توجدش قبل كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بالله عليكم اللي يشوف المال ده يا جماعه يصلي على النبي، بالله عليكم اللي يشوف المال ده يصلي على النبي، بالله عليكم اللي يشوف المال ده يصلي على النبي. بص اللي يشوف المال ده يصلي على النبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بص بص تعالى، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل. حط الخروف الصغير. بص يا جماعه عامل ازاي؟ عجل عجل عجل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اجيب لك الخرفان كلها يا جماعه اهم. دولت كام خروف يا حاج احمد؟ 100 خروف. بكام يا حاج احمد؟ 100 خروف. بكام يا حاج احمد بقى؟ مش هنقوله ب 6000 فلوس زي الناس كلها بتعرض. هو اصلا محدش عنده مندي عشان نقوله بيعرضه بكذا، محدش عنده من مالك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك. مش بستة آلاف فلوس. الله يبارك لك، الله يبارك لك. بص بص الغنم، مزرعة الحاج وائل الغباسي معروفة على مستوى الجمهورية أصلا. بص الغنم، أكبر تاجر على مستوى الجمهورية. بص أكبر بص تاجر أغنام رحمن على مستوى الجمهورية. بص الغنم، مش هعرض لك الغنم دي. عندي نعاج والد وغنم على وش عوش وتكون خشني ومش عارض غير الغنم دي. بسم الله مش عارض لك الغنم ازاي تتمتعوا بها النهاردة بس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بص الخروف، بص الخرفان، بص الخرفان، بص الخرفان ما شاء الله. بسم الله اللهم صل على النبي، 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 اللهم صل على النبي. 100 خروف، 100 خروف زق، 100 خروف زق. اللهم صل على النبي. فلسه الاولى، اللهم صل على النبي. دي اللي بتدفع بفلوس. الناحيه الثانيه هي برضه يا جماعه، دي بياكل بقى كلمتين بقى للناس كده، دي بياكل حاجات بسيطه ويزيد يان مش زي الخروف الخشن. عندي خشن برضه بس انا بحب اجيب الحاجه. عايزين برضه الخروف الخشن نبصوا عليه بس، خلي الناس تتفرج عليه برضه.
هنبص بس في الفيديو بعد ما خلص الفيديو هنبص. فضل بس بص كده الخروف، انا جايب الغنم دي. طبعا كلمه ولا اتفضل يا باشا. انا جايب الغنم دي عشان بتاكل شويه. هتقطع اربع خرفان خشنين. ايوه جايب الغنم عشان دي بتاكل شويه وتكبر وتزيد. يعني ياكلوا كم في المية؟ ما بياكلوش حاجه يعني. الغنم ما بقى ايه اللي يعني بياكلوا كم في المية؟ بياكلوا 18%. بس الغنم دي ما بتاكلش حاجه، ياكلوا حاجات بسيطه خالص وبيزود. يا مزيان خرب الخشن ياكل يامي ويشيل شويه. امال دي تحويله كم كيلو في الشهر؟ دي تحويله من 13 ل 15 كيلو. من 13 ل 15 كيلو في الشهر الخروف دي. خروف الزاجو ده اهو. اللهم صل على النبي. الفرس دلوقتي ما فيش في اخر في مركز سيدي سلم على الدمازيغ الحاج ولا. طب بالنسبه للتحصيل، ده هياخده من سيدي. يعني لو واحد عايز يروح الصعيد مثلا بني سويف، سوهاج، دمياط. بص معانا توصيل لجميع المحافظات. القاهره. معانا توصيل لجميع المحافظات في مصر. توصيل ازاي يعني افهم؟ لا بتشوف مالك عايز تيجي تاخد مالك بنفسك تعالى خده. مش عايز تاخده صور لك غنمك ويتبعتك حته عندك ابعتهم لك لحته عندك. نقول التحصينات التحصينات باشا. بنسلين ورفع مناعه. اول ما بينزلوا 4 سم بنسلين و3 سم بنسلين و4 سم رفع مناعه. لاي عمر العمر ده؟ للعمر دي 3 سم بنسلين و4 سم رفع مناعه ما شاء الله. وبعدها باسبوع دوت عدد 100 خروف. عدد 100 خروف دوت 100 خروف بتاع بس جفن مننا غصب عننا. ده عدد 100 خروف مش ب 6000 فلوس ولا ب 6000 جنيه والله. ولا ب 6000 جنيه. ال 100 خروف ده امك. ال 100 خروف ده امك. ولا ب 5800 جنيه كمان. ال 100 خروف ده امك ب 5600 جنيه. العقول الدبابات ده امك. ب 5600 جنيه. شوف الدبابات ده كده. هات الدبابات ده. اللهم صل على النبي. اللهم صل. ب 5600 جنيه. اللهم صل على النبي. عايز تيجي تاخد نصهم اقسمهم لك بالنص ده اهو. تاخد نصهم. تقسم بمرض اللي تاخد النص ب 5600 وتسيب لي النص الثاني ماشي. عايز تاخد نصهم 5600 وتسيب لي النص الثاني ماشي. عايز تاخد ربعهم اقسمهم لك اربع تربة. وتاخد الربع اللي انت عايزه عادي. عايز تيجي بتنق الغنم الكبيرة عادي. طب الغنم الكبيرة بكام؟ لو عايز الناس اللي ننقل 20 واحدة كبار فيها. معانا غنم من 5000 ل 6000 ونص جنيه. غنم من 5000 جنيه ل 6000 ونص جنيه. عشرة كبار وعشرة صغيرين. خمسة كبار واقسمهم لك اربع تربع كده وتاخد ربع منهم 25 خروف عادي. عايز تيجي اقسمهم لك بس تاخد 50 خروف عادي. طب تبصوا على الغنم كلها. عايز الغنم الكبير عادي برضه. طب العنوان ورقم التليفون؟ محافظة جبل الشيخ مركز سيدي سالم مازال الحاج وائل الغباسي 010-62-65-2893 بالداخل مازال الحاج وائل الغباسي. كل الناس اللي معاها صلي على النبي الملح يوضح. وكل يوم عرض ان شاء الله على كده. بص دوش معلومات تشبهها. الفيديو ده يا جماعه بالله عليكم صل على النبي. العنوان محافظه كفر الشيخ مركز سيدي سالم مزارع الحاج وائل الغباسي 010 62 65